من المدارس المعروفة باحتفالاتها الجميلة وفعالياتها اللي بتقوم فيها بكل مناسبة مدارس كامبريدج. هاي المدرسة احتفلت بذكرى ميلاد الملك حسين رحم الله وبطريقة كتير مميزة. خلينا نشوف التقرير مع زميلنا أيمن الحمود. قامت مدارس كامبريدج بالاحتفال بذكرى ميلاد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه من خلال إقامة فعاليات عديدة اشتملت على كتابة اسم الراحل الكبير على صورة ضخمة له بكل اللغات. أقسم بالله أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. كما تم عرض فيلم وثائقي عن الملك الحسين وقام مجموعة من الطلاب بعمل لوحة أردنية. هذا هو نهج مدارس كامبريدج في بث روح المواطنة الصالحة بين طلابها وتذكيرهم بماضي هذا البلد العظيم والتركيز على المستقبل الباعد.